السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد العصير اللي غادي نديرو جوج ديال المراحل. غادي نديرو طريقة المقادير وطريقة التحضير في آن واحد. بالنسبة للخليط الاول، غادي نديرو فيه لتر ديال الحليب بارد، كاس ديال سنيدة وما يعادل 150 غرام، عندنا واحد فلون ديال البريز، وعندنا واحد ساشي ديال الفاني. المهم نبداو الطريقه على بركه الله. انا مازال ما شعلتش عليه النار، حتى غادي نحرك الخليط، حتى ندير الخليط ونحركو، غادي ندير الخليط ونحركو، عاد ديك الساعه غادي نشعل عليه. دابا غادي نضيف هاد الفلون هنايا باش ما يتكورش لي. كما كتشوفوا انا ضفت هنايا فلون ديال فريز، ضفت هنا فلون ديال فريز مع سنيده، بغينا نديرو هنا غادي نزيد ساشي فاني نحرك هاد العناصر هادو، نحركهم مزيان، وعاد غادي نشعل عليهم، عاد نشعل عليهم على نار تكون هادئه. دابا انا غادي نشعل عليه كما قلت لكم تكون هادئه. صافي غادي نبقاو نحركوه حتى يغلى، مورا ما يغلى نخليه واحد 5 ديال الدقائق في النار وغادي نطفي عليه. من خلط هذا الفلون ديال من خلط الفلون مع سنيده، ها هو ما دارش ليا دوك الحبيبات، ما تلقاش مع صعوبه. صافي انا غادي نبقى نحركو حتى يغلى، مورا ما يغلى غنخلي واحد 5 ديال الدقائق وغادي نطفي عليه ونوريكم ان شاء الله الخليط الثاني او المرحله الثانيه. من بعد ما غلى هذا الخليط غادي نحيدو ونخليه على جنب وغادي نبدا المرحله الثانيه. بالنسبه للخليط الثاني غنحتاجو لتر من الماء، انا جبت هنايا كوكوط اللي غادي ندير فيها، عندنا كاس ديال الحليب غبره، انا ديما كنعبر بالكاس ديال العنبه، غنزيدو هنا، وعندنا واحد يوغورت مذاق ديال الفريز. دابا غنحرك العناصر مزيان، خاص نحركو مزيان باش ما تبقاش ليا ديك الحبيبات في الخليط. بالنسبه لهاد الخليط هذا ما كيطيبش، صافي غادي نحركوه وغادي نضيف ليه داك الفلون اللي وجدت قبيله، كنحركو حتى كنتاكد انه ما بقاوش ليه دوك الحبيبات نهائيا في الخليط. صافي دابا انا غادي نجيب داك الفلون، كنجيبوه يكون باقي سخون، غادي نضيفو هنايا كيفما تشوفو، هانتوما كتشوفو راه سخون. صافي غادي نحرك هاد العناصر مزيان،
يتحركوا حتى يندمج الخليط مع بعضه صافي. وغادي نسد عليها، نجيب الغلاقه ديال الكوكوط او غادي نسدو عليها، غادي ندير لها الصفاره وغادي نزيدو عليها شيخطه وغادي نخليوها 12 ساعه او لا ليله كامله، المهم بالحساب 12 ساعه نخليو 12 ساعه وان شاء الله غادي نوريكم النتيجه النهائيه ديال العصير. بس ديت عليه غادي نخليه كما قلت لكم 12 ساعه. هو العصير بعد ما خليته 12 ساعه كما كتشوفوا هو راه كيولي على الشكل هذا. انا دابا غادي نديرو في قرعه وغادي ندخلو الثلاجه وغادي نخليه حتى يبرد مزيان، وديك الساعه غادي نوريكم النتيجه الاخيره ديالو نقدمو معكم ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير كما كتشوفوا من بعد ما برد، كيجي صراحه رائع في المذاق وكيخرج كميه كبيره. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وخليو لي دي كومونتير ردوا عليا كيف جاكم العصير. وكيف ما كتشوفوا ها هو انا كنديرو في كويسات يجي زوين بزاف. ما تنساوش كيف العاده تشتركوا معنا في القناه. بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش ولا عجبكم العصير ضغطوا على زر الاعجاب، والى وصفه قادمه ان شاء الله باذن الله.